لكن هل نسبه الوفاه في عمليات التكميم او غيره يا دكتور؟ بصي حضرتك ما فيش اكثر او اقل يعني، ولا هي دي نسبه طبيعيه من المضاعفات اللي ممكن تحصل في اي عمليه؟ بصي حضرتك، هو الموضوع ان في يعني فنانين ماتوا من تكميم ما حصلش. هي اللي ماتت الله يرحمها سعاد نصر، ودي كانت بتعمل عمليه تجميل، وكان الموضوع له علاقه بالتخدير اعتقد. بالتخدير ملوش علاقه. هو الحقيقه نسبه الوفيات، اصل احنا بنسمع الوفيات، لا، نسبه الوفيات في عمليات السمنه اقل من يعني بقيه العمليات، تعادل تقريبا المراره. احنا ما بنتكلمش ليه في المرارات؟ ليه؟ لانه ما عندناش حل اخر في المراره. بس اسمها عمليه يعني لها مضاعفات ان هو هيموت. يعني انا هو بس اسمها الكتف، يعني ايه؟ انا داخل اوضه العمليات بمزاجي، مش داخل المراره عشان انا تعبان. مش كل الناس، في ناس لا، انت تعبان، انت تعبان، بمعنى انه السمنه مرض وله نسبه وفيات اعلى من نسبه وفيات العمليات، ولو لم تكن كده العمليات دي ما تبقاش في محلها. حلو، يبقى نبتدي النظام الدايت الاول ونجرب. دكتور هاني ندي فرصه. أيوة. حاجه مع كلام الدكتور. أيوة. فهيم، امريكا سنه 2010 وجدت ان هي بتصرف على السكر والضغط والمفاصل والقلب اكتر من اي حاجه، مضاعفات. مظبوط، دي مضاعفات مضاعفات السمنه، المضاعفات 120 مليار دولار. وجدت ان هي لو دخلت عمليات السمنه في الانشورنس هتتكلف 27 مليار. بقوا يسمحوا في انجلترا وفي امريكا بعمليتين، وبقول عمليتين ليه برضو؟ لان ممكن عمليه التكميم زي ما قلنا ممكن ترجع، هرجع تاني لكلمه الرجيم اللي حضرتك بتتكلم عليها. أي. احنا لازم نعرف انه في نوع من الجينيتكس، ما اقدرش انه انا طفل مثلا عنده رجل مقوسه ووزنه 110 كيلو، هو وزنه هو 12 سنه، اجي اقول له اعمل رجيم 60 سنه واجبره على الرياضه. يمكن شفنا حادثه شهيره من مفيش رياضه. لا، هو اولا هنقول كده، اب كان بيجبر ابنه على المشي على مش هيقدر يعمل رياضه. القصه انا عايز اتوقف يا دكتور عبده، معلش، مش هيقدر يعمل حلويات. والقصه قصه السمنه، عايز اتوقف عن موضوع السمنه عند الاطفال. آه دي انا هتكلم عليها لوحدي. لا بصي حضرتك، الحقيقه ان السمنه مش واحد بياكل كتير، يعني تبسيط وتسطيح مشكله صحيح. السمنه ان واحد بياكل كتير هم نقول له ما تاكلش، القصه لا، قصه فيها جزء جيني، فيها جزء هرموني، فيها جزء نفسي، فيها جزء مجتمعي، فيها ظروف، فيها الف سبب. وعلشان كده موضوع ان احنا الدايت، يعني دكتور الدايت ودكتور الجراحه وده مقابل ده مش صحيح. يعني النظره انه العيان ده يا بتاعي يا بتاعك، ده نظره خاطئه. العيان ده بتاعي وبتاعك، بمعنى انه زي ما قال الدكتور هاني، الاصل انه العيان ده يعالج من غير بدايت ورياضه. وده اللي بنقوله، اللي ما ينفعش يبقى هنا لما يبقى محقق سبع شروط نقول العريض ده بتاع جراحه. وطبعا الشروط دي اتحركت شويه في اخر سنتين يعني. طيب عمل جراحه، ان في شروط ممكن نغض البصر عنها يعني؟ لا لا لا، العالم بيتفق على 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 معايير، يعني هيئات عالميه هي اللي بتحط المعايير، مش انا اللي بحطها. ايه هي الشروط دي يا دكتور؟ سبع حاجات. اول حاجه السن، والسن دول بحبحوا شويه. يعني كان الاول من 18 ل 65، دلوقتي قالوا لا، اللي تحت بشروط ممكن نعمله. يعني في اطفال ممكن يعملوا عمليات، في اطفال بيجي لهم سكر، في اطفال بيجي لهم ضغط. حضرتك دكتور عبده اجريت عمليات الاطفال؟ طبعا كلنا اجرينا، كلنا اجرينا، بس دي حالات محدوده، مش مع كل واحد طفل عنده تخين عمره ودخله. ما اقولش اللي تحت ال 18 زيرو، تحت 18 بشروط اعمله، وكذلك اللي فوق 65 برضه بشروط اعملها. ده السن نمره واحد. نمره اثنين الوزن، كان الاول بنقول سمنه كلاس، يعني واحد اثنين ثلاثه، او يعني كلاس اللي هو فئه واحد واثنين وثلاثه. كنا بنقول نمره ثلاثه او نمره اثنين لو معاهم مشاكل. دلوقتي نزلوا القصه نزلوها خمسه، يعني نمره ثلاثه ما يبقاش عنده سبب من اسباب السمنه، غده او مشاكل كده. النمره اربعه انه ما يبقاش عنده مشكله نفسيه. نمره خمسه انه السمنه دي تبقى ليها مده، مش حصل له مثلا من 3 اشهر 4 اشهر. نمره 6 انه ما يبقاش مدمن لحاجه، ما يبقاش فيه مشكله. نمره 7 انه لازم يبقى متفهم ان دي جراحه وان لها متطلبات بعد كده، وان ليها مشاكل ومش نهايه الدايت محتمله. طبعا، ودي بقى اللي انا عايز خدنا بقى العمليه. انا عملت العمليه، انا شغلتي اعمل عمليه وبس، بعد كده دكتور الدايت ده هو اللي يستلمه. مش دكتور الدايت بس،
ده منظومه متكامله فيها دكتور الدايت وفيها دكتور نفسي طبعا وفيها بتاع العلاج الطبيعي وفيها اذا كان عنده مشكله بقى في العظم اذا كان عنده مشكله في القلب اذا كان عنده مشكله في الرئه فاحنا بنسميها مالتي ديسيبلينري يعني فريق متكامل يمشي العيان ولازم العيان يبقى فاهم ان العمليه مش هي يعني النهاية. مش هي العلاج وده هي جزء من العلاج ودي الغلطه ولازم يبقى في منظومه متكامله اذا ما عملناش ده هنقول بقى اصل التكميم بترجع بترجع لانه العيان ما بيخشش في منظومه متكامله ليس لان عشان التكميم حاجه وحشه التكميم كويسه وبتدي نتائج كويسه طب ما هو التحويل في ناس بترجع منها برضه يعني الفكره انه لازم يبقى العيان فاهم انه منظومه متكامله هي مش الحل السحري يعني يا دكتور فايز بالظبط كده